يلا بينا يلا بينا. ساكن جوار الكنيسة بالظبط كده، يعني الشباك في قلب الشباك. طبعا الساعة 8 ولا 10 طبعا التيار الكهربي فصل. طبعا في مولد، المولد دوت طبعا لما التيار الكهربي بيفصل بيشغلوه على طول. طبعا لما الكهرباء اتردت تاني حصلت قفلة في التكييف نفسه، راح الولع. طبعا النار مسكت في الشباك الخشب، بدأت تخترق الكنيسة من جوه. أي مصري، اي بني ادم عايش في هذه البلد وتراب هذه البلد لازم يجي ويعرف، وهي دي الروح المصريه، وهم دول المصريين اللي بيبانوا في الازمات. فجيت اشارك اخواتي، اعزيهم واقول لهم شدوا حيلكم وان شاء الله المصابين يكونوا بخير باذن الله. بيت للتدريس للطب.